حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد بيت القصيد. الشعر هو حارس بوابة المبادئ والقيم، والشاعر هو الذي يذكي هذه القيم والمبادئ في نفوس الناس الذين يتتبعون جديد الشاعر الذي يفتح لهم مساريب الأمل وأبواب الدهشة على أوطان تتسع للجميع، أوطان لا يساوم أبناؤها على مبادئهم ولا يتنازلون فيها عن قيمهم، إنما يسعون السعي الحثيث لنصرة ما يؤمنون به من أفكار عالية لها في الوجدان الطاهر سمة الوصول، إنما يبعثون الكلمة حتى تكون شاهدا لهم لا عليهم. وهكذا شاعر حلقتنا معنا عبر الإنترنت، الشاعر السوري المميز الأستاذ مطيع سليمان. حيا الله أستاذ مطيع، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بكم، تحياتي لكم أستاذ مصطفى، وأشكرك وأشكر قناة الرافدين على إتاحة هذه الفرصة لنا. نتشرف بك، حياكم الله. السادة المشاهدين أيضا أهلا وسهلا بك مرة أخرى. حبذا لو تحدثنا عنك في حدود ما تود أن نعرف، تفضل أستاذ مطيع، سيرة ذاتية موجزة. نعم، اسمي مطيع السليمان، من سوريا، محافظة حلب، من الريف الشرقي لمحافظة حلب. أنا متزوج ولدي 10 من الولد، ما شاء الله، 3 صبيان وسبع بنات من زوجتين. طبعا الأولى توفيت رحمها الله، ولدي زوجة الآن. وماذا عن علاقتك والشعر؟ أتفضفض له؟ أيشي لك عن بعضهم؟ أم من خلاله نعم، تحاول التعبير عن بعض القضايا؟ تفضل كلمنا عن علاقتك بالشعر. أستاذ الكريم، الشعر بالنسبة لي كمرآة تعكس مشاعر الإنسان وما يجول بخاطره، وهي متنفس أيضا للبوح بالمشاعر التي تعتلج في نفس الإنسان. هل تجيد مهنة التخفي أستاذ مطيع؟ يعني قلما يعني نرى أن الشاعر يستطيع دائما أن يعبر عن موقفه من بعض القضايا، لكن يبدو أنك تحب الإيجاز، هل لهذا الإيجاز سر أم أنك تود لآرائك أن تظل مخفاة؟ لا أستاذ، أنا لم تتح لي الفرص الكثيرة من قبل، كنت أشارك بمنتديات على الفيسبوك وهكذا، نعم، مسابقات شعرية، وتعرفت على حضرتكم والحمد لله أتحتم لي هذه الفرصة، أكيد ومشكورين نتشرف طبعا. بك ونحن نفخر ونسعد بكل مبدع يتمسك بشعلة المبادئ والقيم من خلال نصوصه العالية. تفضل بإلقاء القصيدة التي تود أن تكون افتتاحية لهذه الحلقة أستاذ مطيع، تفضل. القصيدة طبعا في هذه المناسبة، يعني في مناسبة العدوان على غزة الحبيبة، نعم، عنوانها الطوفان المبارك، أقول فيها: وكالفرجار أقدامي تظل، إذا الأحداث أحيانا تجور، فأولاهن في الأقصى تحل، وأخراهن في الدنيا تدور، وفوق تخوم غزتنا طواف، نعم طوفان أقصانا كبير، مضوا فجرا على صهوات ريح، رأيت رجالها صبحا تغير، كأن الشمس إذ فضحت أبانت، لنا مجدا تحققه نسور، عدو الشعب في الأقصى يفر، ضخام الغرب يصرعها صغير، مسافة صفر أبطال الحماس معادلة بها الدنيا تحير، ومهما القصف والقتل استحرا فلن ينجي العدا عمل حقير، يموت الورد والبذرات تبقى، ويبقى العطر منه والعبير،
فيا حكامنا قوموا لمجد، فإن المجد تحفظه الدهور، فكيف يقودنا ملك حيادي، وكيف يقودنا من لا يثور؟ وكيف يقودنا من لا يثور؟ حتما إن ثورة الحق ويعني أنصار هذا الحق لابد أن لهم جولة ينتصرون بها على دولة الباطل، لأن دولة الحق ممتدة ومستمرة حتى قيام الساعة. أستاذ مطيع، نعم إذا أردنا أن نعم نتحدث أستاذ، عن هذا الوجع المتواصل في غزة، حدثنا عن واجب الشاعر تجاه أبناء إنسانيته، تجاه أبناء عقيدته، تجاه أبناء قضيته. نعم، لابد للشاعر من مشاركة هموم أمته، تفضل. نشر الوعي، فضح أساليب العدوان والاستعمار وجرائمه، وهذا أقل واجب يقوم به الشاعر، يعني لكن هناك فإن من يرى الشاعر أن الشعر شكل من أشكال الترف، وأن الشعر أقصر من أن يصف الواقع، هل أنت تعارض هذا الرأي أم تتفق معه؟ لا طبعا أعارض هذا الرأي، هذا الرأي غير صحيح. الشعر يمثل الواقع ويشرح الواقع، وله أنصاره وله متابعوه، فهذا الطرح يعني غير صحيح بالنسبة برأيي، يعني بصراحة. طيب، فيما يتعلق بموضوع قضايا ووجع الأمة، يعني هناك من يرى أن الشعراء يستغلون هذه القضايا وهذه المواجع حتى يكتبوا، أم أن الرأي ليس استغلالا وإنما ترجمة وتأريخ وتوثيق لما يحصل؟ نعم صحيح، بل هو ترجمة وتوثيق لما يحصل، وليس استغلالا أبدا. هذه مشاعرنا تجيش في صدرنا، نبكي دما، نفوسنا احترقت نارا نعم، بصراحة، فلا بد من التعبير عن ذلك وإن كنا مقصرين جدا، حدثنا أكثر عن وتعبيرنا لا يبقى موطن. لمستوى الحدث ومستوى العدوان وبشاعة هذا العدوان وجرائمه. نعم، حدثنا أكثر عن موطن القصيدة الأولى في وجدانك، لا أتحدث عن أولى القصائد التي كتبتها، وإنما أتحدث عن القصيدة الأم المتمثلة ب البلد الذي نشأت به، حدثنا أكثر عن بلدتك التي تحب انطلاقا من شعورك تجاهها كشاعر وصاحب كلمة. نعم، بلدتي صغيرة، نحن في الريف، نسكن في الريف، نحن أبناء عشائر، نعم، وأنا أسكن في قرية يعني صغيرة. الريف السوري كله من حلب وما شرق، ومن حماة وحمص وما شرق، ومحافظات الرقة ودير الزور والحسكة، كلها عشائر، وهي امتداد للعشائر العراقية، نعم، والشعب واحد. العشائر منقسمة في البلدين، شمر موجودون في سوريا، موجودون في العراق، ما شاء الله، وكذلك دليم، وكذلك الجبور والعقيدات وغيرهم من العشائر. جميع العشائر الموجودة في سوريا لها أقارب في العراق، نعم، ونشأت هذا ما في يثبت قرية أن عشائرية. دمنا واحد وأن مصيرنا مشترك وأن نعم صحيح، يعني لحمنا واحد، وأن الأمل ينبغي أن يكون يعني وحدويا لا متفرقا. فكرة أن من نعم لا يتوجع في وطنه عليه أن لا يتوجع لجراحات الآخر هي فكرة قميئة، فكرة دنيئة، فكرة سقيمة جدا أستاذ مطيع. هذا لأن المسلم، أخ المسلم، يشعر بما يشعر ويتألم لألم أخيه. حدثنا أكثر نعم عن فكرة وجوب التعاضد والتكاتف والتلاحم ما بين أبناء الأمة الواحدة، من وجهة نظرك كيف تتخيل هذه الفكرة؟ يجب على كل إنسان شريف وعاقل وصاحب ضمير وأخلاق أن يتعاضد مع أبناء أمته، لأن مصيرنا مشترك، مهما
حاولنا ألا نفهم هذه الجزئية، فمصيرنا مشترك ومستقبلنا مشترك، ونحن شعب واحد، شاء من شاء وأبى من أبى. إلى قصيدة جديدة، تفضل. نعم، هذه قصيدة شاركت فيها في الفيسبوك، يعني في مسابقة شعرية، وكانت المدة قصيرة جدا، طلبوا منا أن نكتبها على البحر الطويل. تفضل. أنادي على الساقي فلو جاد أسقاني، بزعم لهم أني خطير بأوطاني، فذنبي أنا طالبتهم بالقليل من حقوقي، فحظي كان نفيا تغشاني. تتوق إلى أرض البلاد نفوسنا، لقد سهدتنا ثم ناحت بتحناني، ولو كان بعدي عن دياري محددا لما زاد قهري في فؤادي وأعياني. إذا ما دنت جاشت بصدري عواطفي، وهاجت تباريح بقلبي ووجداني، بلادي وإن صارت بها بعض علة، ففي النفس أحلى من قصور وبلداني. ومن يأكل التفاح لا شك أنه يولي إذا أطعمته حصر من داني. بلادي هي التفاح، كانت كجنة، أراني لها سكانها وهي سكاني. إلهي أجرنا ثم فرج همومنا بحق الذي أرسلت للإنس والجان. يا سلام، ليتك تتكرم بإعادة البيت الأخير. إلهي أجرنا ثم فرج همومنا بحق الذي أرسلت للإنس والجان. جميل، حياكم الله من جديد أستاذ مطيع. ليتك نعم، تخبرني الآن عن الشكل أو الغرض المحبب لك أكثر في الشعر من الأغراض الأخرى والأشكال. أنا بصراحة أفضل الشعر العمودي على كافة الأشكال الأخرى، هذا فيما لأنه يخص بصراحة الأشكال. هذا فيما يخص نعم، الأشكال، ماذا عن الأغراض؟ الأغراض هي التوجع مما جرى لنا، التفاعل مع قضايا الأمة نعم. وقضايا الناس. يعني بصراحة أنا لا أكتب الشعر إلا عندما أحس أنه يريد أن يخرج رغما عني. نعم، من الشعراء الذين مروا على يعني شريط العربية من العصور نعم، السابقة واللاحقة، من أكثر الشعراء الذين علقوا في ذهنك وقلبك في آن، من هو هذا الشاعر؟ بالنسبة للشعراء القدامى، عنترة بن شداد، يا سلام، شعر عنترة أراه جميل جدا، وإن كانت فيه بعض العبارات القاسية، لكن هذا ينسجم مع فكري وذوقي. بصراحة أفضل عنترة جدا، وأقرأ لغيره كثير أيضا من شعراء الجاهلية. وفي العصر الإسلامي أقرأ لكثير من الشعراء، وعلى رأسهم المتنبي. نعم. نعم، وفي الشعر الحديث يوجد شعراء كثيرين جدا، منهم أحمد شوقي، ومنهم نزار قباني، ومنهم تميم البرغوثي، والأستاذ مصطفى مطر طبعا. أشكرك. المتنبي وإن كان شاعر من شعراء العصر العباسي، إلا أنه يستحق أن يكون شاعر عصر منفصل ومنفرد بذاته كذلك. تفضل نعم، أستاذ مطيع، قبل أن نخرج إلى فاصل نود أن نستمع منك إلى قصيدة جديدة. في الذكرى السنوية لزلزال مرعش والشمال السوري، نعم. أحب أن أقرأ هذه القصيدة بعنوان زلزال الشمال، وهي من البحر البسيط. أنا أضع دائما للقصائد مقدمة،
تفضل يشبه المقدمة ثم أدخل بالموضوع. تفضل، لا بأس. لا أبدي للأرض إذ مادت بزلزالي، لا أبدي للأرض إذ مادت بزلزالي أي امتعاض ولا مدحا لأهوالي. مأمورة ليس جهلا ما بدا منها، وليس حلما إذا دامت على حالي. ما بال قولي وفكري لا يطاوعني، نامت حروفي وقد خانتني أقوالي. يا مرعش الجرح ما للقول يرتعش، من مثل بنيانها متبر خالي. يا أهلنا في الشمال إننا نرنو، والعين تبكي دما من جفن همالي. آجال إخواننا في شمأل زهقت، من برثن الموت عادت بعض آجالي. الشام باتت بيوتها مدافنها، رباه خفف عليها كل أحمالي. فاليوم لا راحما سواك يا ربي، والبعض أعمى وألغاها من البال. نسأل الله أن يرحم من مضى وأن يكتبهم في عداد الشهداء، آمين. وأن يرحمهم وأن يصبر ذويهم، وأن يجزيك خير الأجر على هذه الفكرة الطيبة. ابقى معنا أستاذ مطيع. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، والحديث عن القيمة الإنسانية، عن القيمة الوجدانية، عن الإحساس بالآخر من خلال القصيدة التي تكتب، ومن خلال أي إبداع أدبي مكتوب، سمه ما شئت، المهم أن ينحاز للإنسان وللجرحى والمعذبين في كل مكان. يا أستاذ مطيع، مرحبا بك من جديد. حياك الله أستاذي مصطفى. الوجع الواحد يفرض على الشاعر أن يعني يكتب أجمل عباراته، أجمل مواقفه على شكل قصيدة. إذا أردنا أن نتحدث عن الوجع السوري وأنت من سوريا، لك أن تصف لنا كيف لهذا الوجع أن يؤثر على الشاعر، وكيف يتأثر به القارئ العادي، ليس شرطا السوري فحسب وإنما القارئ العربي بشكل عام. حدثنا عن هذا الوجع. يا أستاذ مصطفى، الوجع في سوريا وجع عميق وقديم. كثير من الناس والمشاهدين ربما لا يفهمون مجريات الأحداث في سوريا، ولا يعرفون حقيقة الأمر، أو صورة تأتيهم مشوشة يظنونها يعني حربا أهلية أو ما شابه، والقضية ليست كذلك. القصة إنها ثورة أكثرية على أناس استأثروا بالحكم وظلموا هذا الشعب ظلما، حتى ظلموا أبناء طائفتهم. نحن على فكرة لسنا طائفيون، نحن معذبون، قمنا بثورة حق على حكومة فاسدة، على حكومة لا أستطيع أن أتكلم كل شيء الآن عنها لأن الموضوع يطول جدا. نعم. طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن تجربتك الخاصة الآن شاعرا تجاه نعم. هذا الوجع الذي عاشه الأهل في سوريا، نعم أستاذ مصطفى، كيف في ستصف سوريا هذا انقسم. الوجع على شكل نعم أستاذ. قصيدة؟ أستاذي، في سوريا انقسم الناس بين مؤيد ومعارض كما يسمى لا لا الثورة لا في أريد الأول. الحديث عن هذا الموضوع الذي ربما يعني يتحدث به نعم الساسة، أنا أتحدث عن أثر صحيح. هذا الوجع وتأثيره عليك،
عن أثر هذا الوجع وتأثيره عليك كشاعر أو ككاتب. نعم. كيف أثر هذا الوجع عليك؟ أنا هجرت من بلدي مرغما، وكان عندي بيت جميل، وكان عندي أرض. يا الله. وبعد أن هجرت، فالقسم الآخر من أقاربي ومن أولاد عمومتي حاولوا نهب أرضي لظنهم أنني لن أعود أو راحت إلى الأبد مثلا يعني. فأنا كتبت قصيدة في هذا المجال، تفضل. سميتها الإنذار الأخير. أقول فيها: أقلوا عن عواتقنا الملامة، عن الأنذال أسقطنا اللثامة، قذائف طائرات الحقد فوقي وقد جلبت مع الحمم الحمامة، وأحداث تشتتني شتاتا وتلجم خيل أحلامي لجاما، وغربنا عن الأوطان ظلما لنكتشف المطامع واللئاما، وغربتنا تذيب الروح حرقا، وغربتنا تذيب الروح حرقا. هذه الغربة التي تذيب الروح دوما ضراما. من جديد، أعد هذا البيت متفضلا لو سمحت. وغربتنا تذيب الروح حرقا، تزيد سعيرها دوما ضراما، فتنقصها من الأطراف سيما وتملأها من الأشواق ساما، تؤرقني الأبابة في الليالي وفي الأيام ترهقني صياما، وإني ما علمت الغيب لكن بالاستقراء علمي قد تسامى، وإن القوم إن بليوا يجودوا بإيثار وجانبهم محاما، وأستثني من الأقوام قومي خيانات بها قاموا قياما، بدنيا الغير آخرة شروها فما نالوا من الربح السخاما. كلامي ليس للتعميم لكن لأكثرهم أثبت ذا الكلام، بميزان النضار وزنت شعري على نغمات وافره مقاما، حذاري لمن أرادوا نهب أرضي فإني سوف أنتقم انتقاما، سأنظم لحمكم بالسيف نظما وهامات سأنثرها عظاما، فإني بارع في النثر جدا أمور النظم أنظمها نظاما، وأمعاء سأنشرها طوالا أعيد فعال أجدادي القدامى، وها سرتم وراء غبار دنيا فحشرجتم ولاحقتم حطاما، طريقتكم إلى اللا شيء تفضي ولو سرتم بها عاما فعاما، وريقة توتكم سقطت فبانت خبائثكم فما كنتم كراما، دعوا للصلح أمكنة ليبقى وداد بيننا نبقي السلامة، حقوق في ضمائرنا غلاظ لجيران لنمنحها احتراما، قفوا لمراجعات النفس خوفا من الجبار واجتنبوا الحرام. يا سلام، ما أجملها من وعظية ونصيحة حضرت في هذه الأبيات أستاذ مطيع. الظلم قاس جدا، أليس كذلك؟ نعم أستاذي، الظلم قاس، ومن رأى ليس كمن سمع، خصوصا عندما يأتيك من أقاربك ومن أبناء جلدتك. يا الله. كما يحصل الآن في غزة، يعني بصراحة كثير من الناس تخلوا عنها، كثير من الناس خذلوها، لكنها قضية عدل وعدالة، قضية حق وحقوق. نعم. ولا يمكن لأهلها أن يتخلوا عنها، هي القضية التي تجمعهم مهما تفرقوا، هي قضية صحيح جامعة. أنا لا أعمم أستاذي الكريم، أنا
أذكر بعض المواقف يعني. نعم، إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة أن الأمة بحاجة إلى قضية تجتمع حولها حتى تخرج من هذا المأزق وهذه الفرقة التي تعيشها، إلى أي مدى ترى أننا بحاجة إلى قضية توحدنا فعلا؟ والله يا أستاذ مصطفى، نحن لا ينقصنا ما يوحدنا. توجد أشياء كثيرة جدا متضافرة تجمعنا، لكن سبحان الله الأمة في أتعس عصورها الآن. قد يتهمك بعضهم بأنك محبط محبط. لا، لست محبطا، أنا يعني عندي أمل في أفعال الأجيال ووعي الأجيال، عظيم. و إن شاء الله لن يدوم هذا الحال. لكن الأمر الآن فعلا أمر بصراحة مخزي، أصبحنا في ذيل الأمم بسبب فساد، إن شاء الله لن يدوم إن شاء الله بإذن فلنعتبرها الله. الأمة كبوة الآن في لهذا محفظة، الفرس الأمة تعرف. الذي سيقف من جديد ويتابع المسير والركض نحو غايته المنشودة. أستاذ مطيع، علينا أن نتفائل صحيح. قليلا. هل أنت مستسلم لفكرة الإحباط أم أن التفاؤل يزورك من حين إلى آخر؟ أجب بكل صراحة. بصراحة يوجد أمل، يوجد أمل بصراحة يعني، لكنني متألم، متألم وحزين جدا، وأتحرق من نعم داخلي على ما نمر به في أمتنا نعم بصراحة. رغم وجود الأمل إلا أن أعدل الألم الله يطغى أستاذ على مصطفى. ذاتك وعلى المعاني التي تكتبها، ويبقى نعم له دور البطولة هذا الألم. وإن كان الأمل حاضرا في وجدانك وفي مقولك وفي نعم منقولك أيضا، لكن من مقولك الشعري الذي كتبت، اقرأ لنا قصيدة الآن مما تحب أن نسمعه منك مرة أخرى أستاذ مطيع. هذه القصيدة أنا كتبتها. تفضل. رأيت صورة أستاذ مصطفى، رأيت صورة لامرأة تلبس ثيابا بيضاء في غابة وهي حزينة ومتعبة، فتذكرت صورة أمي رحمها الله ورحم أمهات المسلمين جميعا. اللهم آمين. تذكرت صورة أمي عندما حردت من أبي وذهبت ونامت في البستان، وذهبت معها وأنا صغير. فسبحان الله أثرت في هذه الصورة، وأحببت أن أصفها فوصفتها بهذه القصيدة. تفضل. أسميتها سميرة الحزن. من البحر البسيط: جري ثيابا كأكفان الردى وندى، لا تحزني ثم نامي في عرين مدى، واسترجعي واهجري الأزياء من ضجر، إن المحبين صاروا في الأخير عدا. هل ضاق بيت بريم كي يشردها، والهم فيما مضى قد أنحل الجسد، باتت بها نار أحزان تؤرقها، لم تبق في روحها صبرا ولا جلدا. لا تطلق الدمع من أجل الذي هجر، بل عانق الظل مشموسا وقد صهدا. فالشمس غارت على عرش لها حردا، من بدر وجه أنار الليل منفردا. واستحضري كبرياء شامخا أبدا، كي لا يظنوك تستجدين أي جدا. في الغاب قد يجمع الإنسان من حطب، والجيد منها جريح يصبغ المسد. أفدي العيون التي أودى بها سهر، لو كان نفعا لها قدمت كل فدا. جفت عيوني على من لم تجد سندا، إني تمنيت لو كنت الإله سندا. يا شعلة الحزن عودي واتركي وجعا، إن تحزني عاشقا لا تفرحي أحدا. لا تحملي من هموم كلها وهنت، واستشرفي وانظري فجر الحياة بدأ. فجر الحياة بدأ، أنعم وأكرم بمثل هذا الفجر المرتقب والمأمول،
والمنظور في المدى القريب. هذه إن شاء الله. الدالية التي جاءت منصوبة إنما نصبها جاء لتنصيب الأمل على عرش القلوب المتفائلة. أسأل الله صحيح. أن يحقق لك المقاصد الطيبات أستاذ مطيع دائما، وأن لا يحرمك هذا الأمل وهذا التفاؤل. الشاعر بحاجة إلى الحزن حتى يكتب أكثر من الفرح أستاذ مطيع، أليس كذلك؟ صحيح صحيح نعم. لكن لماذا يغريكم الحزن أكثر؟ الحزن هو شعور عميق يؤثر في النفس. عندما تحزن ترى كل شيء من حولك حزين، ترى السماء تمطر باكية، ترى الطيور تغني وهي تبكي، ترى كل شيء حزين، فهو شعور عميق يتحد مع العالم من حولك، فهو أعمق بصراحة من الفرح. الحزن أعمق من الفرح، لكن نرجو أن يكون الفرح أطول عمر من الحزن نعم أستاذ نعم إن مطيع، شاء الله. وأن يعود إلى القلوب التي أنهكتها شتى أصناف المواجع. سنعود حتى نسمعك من جديد، ويعني بعض القصائد المتبقية، لكن قبل هذا نذهب إلى فاصل قصير. من جديد مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، نرحب بكم وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد ورفقتنا الشاعر السوري الأستاذ مطيع السليمان. أستاذ مطيع، أنت عاص للشعر أم مطيع له حينما يناديك في وقت انشغالك خصوصا؟ بكل صراحة. بصراحة أنا أطيع الشعر برغم من كل مشاغلي وظروفي التي لا تخفى عليكم، أنتم مررتم بمثل هذه الظروف وتعرفونها. نعم، فأنا مطيع للشعر إن شاء الله. طيب، علامات هذه الطاعة إذا أردت أن تثبت هذه الفكرة وأنك مطيع للشعر فعلا لابد من وجود علامات، حدثنا عن العلامة والبينة. أنا كلما يحصل مصيبة أو حدث جلل أو شيء فأكتب فيه مباشرة، نعم، فهذه أتوقع أنها علامة يعني، يعني إلى حد يكون ما. التأثير سريعا وعاجلا، لا تؤجل الأثر نعم. إذا ما حضر، وإنما نعم. تستجيب له حتى يكون المنجز قصيدة جديدة تستحق أن يستمع إليها كالقصيدة التالية. تفضل، نريد أن نسمعك من جديد. هذه القصيدة يعني هي عبارة عن رثاء نعم لزوجتي رحمها الله المتوفية، أسميت القصيدة رحيل الزنبق. تفضل. وزنبقتي أعانقها غراما وأخشى فرقة حصلت تماما، من الفردوس هاربة أراها، وحسن الوجه قد ضاه القوام، وأسنان إذا بسمت تضاهي لآل البحر انكشفت لثاما، جمال الروح للذوق اغتصاب، جمال الروح للذوق اغتصاب، وسكر راح يجتنب الحرام، سطوع الشمس يخفي النجم صبحا، سطوع الشمس يخفي النجم صبحا، كذاك جمالها يخفي الأنام، كأن عناقها جوع تمادى، يؤرق ليلنا يلغي المنام،
بحسرته يموت البعد قهرا ويحيي الوصل قلبا مستهاما. ذكرت حطام أحلام خوالي وذكر الماضي يجعلني حطاما، وذكراها تذيب الروح حرقا تزيد سعيرها دوما ضراما. وإن الشوق يقتلني بهم وشر القتل ما كان انهماما، يعاقبني بسوط العشق وجدا وصقر الشوق يصطاد الحمامة. هي الأشواق للأموات تضني بأجداث وقد ضمت عظاما، فأمشي مثل زومبي تهادى وكالأشجار ميتتها قياما. فيا الله ألهمنا اصطبارا وجمعنا بأخرانا التئاما. اللهم آمين. يا سلام يا سلام، آمين. أحسنت أحسنت كثيرا أستاذ مطيع. باعتقادك ما الذي ينتظره المعذبون والجرحى من كل شاعر حر، من كل كاتب ذي عقل وشرف؟ ما الذي ينتظره هؤلاء من الشعراء؟ ينتظرون أن يحس بأوجاعهم ويترك الترهات، نعم، فيفضح عدوهم، يحفزهم نحو المستقبل نحو الأمل، يحاول أن يداوي جراحهم ولو بالكلام. نعم. طيب هل باعتقادك الشاعر ينبغي أن يكون له دور بطولي، أن يكون قائدا مثلا يتقدم الصفوف، أم أن دوره يقتصر على التحريض، على كتابة النص، على تجييش الطاقات الواعدة الأخرى لتقوم بدورها؟ لا، بل يجب أن يكون دوره قيادي ودوره إيجابي، ويجب أن لا يكون سلبيا أبدا، ولا يكتفي بتجييش المشاعر وتحريض الناس، نعم، بل يجب أن يكون في مقدمة الصفوف في كل المجالات. لكن ليس كل الشعراء قادرين على ذلك أيضا أستاذ مطيع، لأن الناس قدرات صحيح. وكذلك يعني الإمكانيات مختلفة من شخص إلى آخر، حتى أن الشعور النفسي والإمكانية الذاتية على العطاء والتضحية تختلف من شخص إلى آخر، صحيح والشعراء ليسوا بدعا من الناس، إنما هم جزء منه، جزء من هذا صحيح المجتمع أستاذي. أقصد. أنا لا أقصد يعني أن يحارب، ويعني إذا استطاع فليفعل، وخصوصا في القضايا العادلة، يعني مثل أعدل قضية في التاريخ، نعم، قضية فلسطين الحبيبة يعني بصراحة. لكن أنا أقول على حسب قدرته وعلى نعم، حسب طاقته وعلى حسب المكان الذي هو فيه. يعني لا يستطيع كل إنسان بعيد أن يفعل المزيد، ولكن يفعل ما يستطيع. نعم، وفي هذا من الإنصاف الشيء الكثير أستاذ مطيع. أحسنت. إلى الشعر من جديد، اقرأ لنا ما تحب من القصائد، تفضل. هذه قصيدة عن الحسد، قلت الله فيها: يستر. تسير قوافلي نحو المعالي وتنبحها من القاع الكلاب، تسير قوافلي نحو المعالي وتنبحها من القاع الكلاب، وليس الناس كلهم كلاب ولكن الأراذل هم كلاب. كلامي ليس للتعميم قطعا، ومقصودي حثالات ذئاب، وما ذنبي أنا إن كنت أسمو إلى العلياء مركبة السحاب، وما كبر يخالجني فأزهو ولم يفتح له درب وباب، بل الأخلاق ترفعني مقاما فأسمو عاليا بيت الرباب، وأشباه الأناس تعيش قربي ذئاب فوق ظاهرها ثياب، وتنهشني وفي الأنياب نهم ومن أفواهها سال اللعاب،
ومن حسد تناوشني بخبث أسائلها وليس لها جواب. هم الغربان يقتاتون لحمي وليس يخيفني أبدا غراب. أخاف الله، أخاف الله من تجريد سيف، عفوت رجاء أن يأتي الثواب. نسأل الله أن يأتيك من الثواب خيره دائما وأعلاه وأفضله. أستاذ مطيع، قبل أن آمين أستاذ. نذهب طيب. إلى القصيدة الختامية، ربما أريد منك أن تخبرني عن جدوى الشعر في نفسك. ما الجدوى من الكتابة؟ ما الجدوى من المحاولة؟ ما الجدوى من كل هذه التعبيرات المنثورة على الأوراق؟ والله يا أستاذ مصطفى، الجدوى الإنسان يتوقع أن يحصل شيء. نعم، أهم شيء أنا بالنسبة لي هو نشر الوعي في ضمير الأمة، نعم، في عقول الأمة، في وجدان الأمة. أريد أن أنشر الوعي، أريد أن أفهم الناس، هكذا أحاول. هل يهمك ما ستورثه بعد عمر طويل لأبنائك وبنياتك، أم أنهم جزء من الناس ولا تخصهم برسالة خاصة من وراء هذا الإبداع الشعري؟ بل أخصهم برسالة خاصة وأعلمهم وأحفزهم على ما شاء المشي في الله. هذا الطريق وفي هذا الدرب. أنا الحمد لله أبنائي في المدرسة، ويعني أحاول أن أكون قدوة لهم ما شاء الله. وأن يكونوا على وعي تام بقضايا أمتهم نعم. وحقوقهم المغتصبة، وهم كذلك والحمد لله. طيب، ما الذي تريده من الشعر أنت على المستوى الشخصي أستاذ مطيع، بكل صراحة وموضوعية ما استطعت إلى ذلك؟ طبعا لا أريد أن يعني أضغط عليك كثيرا بهذا السؤال، ولكن لك أن تجيب بما تحب. ما الذي تريده من الشعر؟ أريد أن أعبر بصراحة، أعبر عن مواجعي، عن خلجات نفسي. أريد أن أنشر الوعي، أريد نعم. أن يعني هذا أكثر ما إلى هناك. وأنا بصراحة أكتب الشعر ولا أحفظه، أكتب الشعر وأتركه، فلا أحفظه ما أكتب بصراحة يعني. لكن أبا الطيب قال: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. على أي حال، الوقت مر سريعا أستاذ مطيع، نريد أن نستمع إلى القصيدة التي تود أن تختم بها هذه الحلقة من بيت القصيد. تفضل، نحن مستعدون لنسمعك دائما، ولكن يعني الوقت ينقضي بسرعة رفقة الطيبين أمثالك. خذنا إلى نعم القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة، تفضل. أستاذ مصطفى، هي قصيرة، قصيدة قصيرة. لا بأس. أنا سجنت في سجون النظام عندنا في سوريا أسأل الله أن يكتب بسبب، لك أجر هذه نعم، المهنة التي أجبرت أيضا بسبب على أن تعيشها. قصيدة. كان سجني بسبب قصيدة أسمعك مطلعها فقط، فقط المطلع، وأختم بقصيدة قصيرة غيرها. تفضل. بسبب هذه القصيدة عذبت وسجنت، بصراحة شفت أصناف من العذاب الذي لا يحتمله بشر. تفضل. كنت أقول فيها: قد يدعي خلقا لكنه قذر، روح خبيث حواه الهيكل النخر، الشر في رأسه المقلوب يضمره، خلف ابتساماته يكاد يستتر، فقير فكر وقد أضاع حكمته، يلوك هذرا بشدق أعوج زفر. عاينت أفعاله دهرا أراقبها، أيقنت أن الوحوش جلها بشر. فعندما صارت المصالحات أستاذ مصطفى، أنا
كثير من شعراء بلدنا كتبوا لا تصالح، فأنا كتبت هذه أيضا على بحر الرجز هذه الأبيات لا تصالح. أعداؤنا قد أمعنوا في الغي غي، لا تساوم لا تصالح يا أبي. أعداؤنا قد بالغوا في قتلنا، هل نحن أسماك نسينا يا بني؟ الحرب عضتنا سنينا يا بني، حرب وألقت من جهالات علي. كفنت أحلامي التي سوفتها، مذ ناهزت أحلامها في مقلتي. في الأفق زوبعات نحس من رزي، برق لها تلوي رؤوس السعد لي. قد لوحت بجوعنا وأنذرت بؤسا وموتا، فاحذروها يا أخي. مجاعة تطوي بطون القوم طي، قد لا ترى من وقعها في الحي حي. والصلح عود للبلايا جذعة، فادعوا لطيفا إنما تدعون حي. فادعوا لطيفا إنما تدعون حي، وأنعم بها من خاتمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أحسنت كثيرا إذ اخترت هذه الأبيات للختام أستاذ مطيع، شكرا لك على تشريفنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. الشكر لكم أستاذي مصطفى، وتحياتي لكم، حياكم الله أنتم وقناة الرافدين الغراء. بورك بك، أشكركم جزيل الشكر، أنت فضلت على رأسنا، أنت إنسان عظيم يا أستاذ مصطفى، والله هذا لا أقولها حق مجاملة، لكل والكلام صاحب هذا مجهول، لكن رسالة، والله هذا شعوري، هذا شعوري هذا نحوك يا أستاذ. واجبنا تجاه أصحاب الرسالة أن نقدمهم حتى يقولوا كلمتهم التي ينبغي أن يقولوها. شكرا لك أستاذ مطيع سليمان الشاعر من سوريا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دائما وأبدا ظلوا في عناية الله، إلى اللقاء.